فهموني علاه الدول اللي يهضروا العربيه في الزبل ومسلمين، والدول المسلمين اللي ما يهضروش العربيه ملاح. سي نورمال باسكو العربيه واش جابت لنا؟ جابت لنا فكر بطريق الصحراء ماشي الاسلام، جابت لنا فكر البدو. تعرف شنو البدو اللي يجري ورا المعيز وبول البعير؟ جابت لنا هاد الناس الفكر هذا. دونك يفو كوبي كور، كيما يقول لهم المصري، الباب اللي يجيك منه الريح سدو واستريح. دونك سي فيني، لازم حنا اون كونستيتيسيون تقول حنا نو سوم دي زالجيريان، ماناش عرب، اوني با دون لو بان عربيزم. الاوروبيه الاوروبا غارديوها شبه الجزيره، حنا الجيريان. ماتنو اللي حاس روحو عربي الله يسهل عليه يكتب رساله الشعر، واللي حاس روحو قبايلي يكتب قبايلي. حنا جزائريين الجيريان. يجي نهار عن قريب واللغه الرسميه الاولى تولي التمازيغت، وماشي التمازيغت تاع اي عسكر ولو جورنال، نو، يفو كريي لا لونغ تمازيغت ما فيها حتى كلمه فرنسيه ثانية عربيه، لا لونغ اوريجينال لا فيل ريفيفر، وكي تخصنا كلمه نخلقوها. اي ال سرا امبوزي ا توت لادمينستراسيون الجيريان. يفو نوليو نحاربوا الاستعمار اللغوي الثقافي في الجزائر، حبيتو ولا كرهتو ولا دخلوا في الحيط. طونك ماشيين بكذبه تاريخيه، طونك فو فيفي سور ان مونسونج هيستوريك، ما توصلوا لوالو. برك سا سيت اون فيريتي، سا سي نوتر بروغرام. البرنامج نتاعنا مبني على لا فيريتي، على سكون ابل لا فيريتي، ميم قبيحه، ميم توجع، ميم تخوف، ميم بصح اي حقيقه. لا تحوسوا على الكذب، روحوا اير، روحوا لدوله اسلاميه ودوله كذا ودوله جون سي با كوا ودوله التناقضات. اي فور ريفنير على رياليتي دي شوز. لازم نبنيو دوله صحيحه. لا قالها بومدين وما نحبوش، ثاني نحترمو وما نحبوش، لان بومدين عندي انا مراحل كش نعرف ندير عليها ميسيون وحده. بصح قالها نبني دولة لا تزول بزوال الرجال، هي دولة البرامج، دولة الهوية، الدولة الحقيقية. قلنا لكم هام يتبرعوا منكم، هام دول الخليج. قال لك صحاب سوا ديزون المغرب العربي لافريك دي نور ماهمش عرب. نعذبكم الكلب، لا احنا حابين نكونوا عرب. الحمد لله ماناش عرب، ديو سوا لوين و سون با عرب. مي فوزات لا دارنيير راس دون لو موند. وحتى من محمد عليه الصلاة والسلام كان عاني سيد الخلق. دونك اريتي بالعربية والأوروبا تاعكم. أولا العنوان نتاع الحصة، الجزائر في خضم التحديات، لاجيري فاسو ديفي. لاجيري فاسو ديفي جبت قوى حليناها، وهنا الفكر نتاعها ما نحلش. الجبهة كحزب انحلت. علاش انحلت؟ وحنا قلنا عللنا الموقف هذا بلي البرنامج نتاعها محال يفهمو الشعب الجزائري ومحال يقبلو، لانه الفكر نتاعها ما فيهش ايديولوجيه، فيه غير تقنيات. لما تقولي خطوه استباقيه، ماهيش خطوه استباقيه، انها خطوه توعويه، خطوه تنويريه، خطوه افتتاح على دي زوليزون اخرين، يعني مجالات اخرى. كيفاش بلي كاين منظومه تفكيريه تكنوقراطية ما فيهاش إيديولوجية، يمكن أنها تقدم حلول تقنية للأمور المعيشية والسياسية الحاضرة والمستقبلية للشعب الجزائري. مثلا كما تقول أنت يا لي بير فونداتور، قلتيها بالإنجليزية عاوديها لهم بالعربية، هما الناس اللي الآباء، ها لي فونداتور، كيفاش نثقوا فيهم؟ لي بير فونداتور في الماريكان ولا في اي دوله، ولا الناس اللي ينطلقوا بالفكر، اولا ما يطلبوش منك انك تثقي فيهم كاشخاص، انك تثقي في الافكار. غدوه لما نجي انا نقول لك باللي انا المبدا نتاعي انه حريه الممتلك، يعني اي جزائري يكون حر في الممتلك نتاعو يدير به واش حب.
ما نقدرش غدوة أنا لنزوة خاصة بي نغير هذا، لأنه سجل دستوريا في المواد المؤسسة للأمة، لأنه الاتفاق واش راح يكون؟ يأتي الفكر وقبول الفكر، ماشي الأشخاص وقبول الأشخاص. إذن هنا الثقة، السؤال نتاعك الثقة ما عندهاش مجال، لأنه الثقة أنا ما تهمنيش، أنا ما نثق في حتى واحد، أنا نثق في المكتوب في الصخر اللي هو المادة التأسيسية التكوينية اللي أنا وافقت عليها نكون معاك كجزائري، وأنت كجزائري مفكر صاحب نظر وفكر على دولة، ماشي فيك أنت كشخص. لو زعيميزم سي فيني، بصح لازم قيادة موحدة تقنية، لازم قائد. حبيته ولا كرهته، قال الزعيميزم سي فيني، وي إلي فيني، مي أون توجور بوزوان، محتاجين توجور لإنسان اللي هو يتخذ القرار لما يكونوا لي زارغومون إيكيليبري، وفي زوج عندهم الحق، يجي اللي يتخذ القرار، إما أخطأ وإما أصاب، لكن هنا تيجي قوة الشخصية وقوة الكاريزما نتاع الإنسان ليتخذ القرار بعدما يكون عدم اتفاق وتكافؤ النظرات. بصح لما تكون كاينة نظرة معينة تقنية علمية حقيقية هي السائدة، هنا الزعيم ما عندوش قرار يتاخده. نحكمه إنسان علي رئيس ملك كاع أروى، غدوة يجيه كما نقولوا حنا شيبا لجنة للتخطيط اكسترا ايكونوميك فينانسيير، تقول له سيادة الملك بار اكزامبل لازم الأموال نتاعنا اللي في الخارج ندخلوها، لأنه راح تجي أزمة اقتصادية 90% راح تضرب العالم، السيولة راح تروح. سؤال ليك مدام نجات، هل يقدر هذا البالك اللي عنده كل السلطات يتاخذ قرار مغاير للجنة التقنية الاقتصادية المالية تاعو؟ اللجنة التقنية تخطي بالأحمر العالي تاع التقنية طبعا تقود، ولكن كيف يتم الاختيار سيد رحماني؟ ماشي قضية ماشي قضية اختيار مدام، احنا ما نختاروش، احنا كاين هاهو انا الاختيار ناخذوها تجارة، الاختيار شكون لو كونسوماتور؟ هو الشعب. هكذا قال انا تاجر، انا تاجر فروي ليغوم خضر وفواكه، انا عندي الكيلو تاع البطاطا ب 10000، بصح البطاطا تاعي تقعد شهر في الدار ما تفزتش، وجاري من هي عنده البطاطا ب 1000 فرنك، ما تجي تلحقها للدار طيش نصها للزبل، ولو كونسوماتور يختار. مش قضيه ثقه، قضيه وعي تنوير واختيار، ادى المعلومه حقيقه، معلومه حقيقيه غير مكذوبه، وخلي الانسان الجزائري او الشعب الجزائري اللي في التكوين نتاعو راه يتكون كأمة ويخلق شخصيه لنفسه، هنا يبني شخصيه وطنيه، في الحاله هذه له الحق الاختيار. لكن قضيه الثقه انا ما نثق في حتى واحد وما نطلب حتى واحد يثق فيا، هاو البرنامج قدامكم ينفذ، ما تنفذش البرنامج يصرى سحب الثقه، وهذه ميكانيزمات عضويه قانونيه.